بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة. طول ما أنا ماشي بفضل أبص في ناحية الأمام والجانبي عشان أبتدي أعدل من الأمام والجانبي. يعني طول ما أنا ماشي بفضل عيني من الأمام والجنب عشان أعدل من الناحيتين. ابتدي اجي هنا ابتدي اجي هنا ابتدي اعمل حوالين عيني بالشكل دوت. ابتدي ارجع هنا جزء بسيط. طبعا كل ما بطلع بظبط جزء، اهم حاجة منطقة العين. كل ما بمشي جزء بسيط ببتدي اعدل المستوى بتاعه او العين. طبعا هبتدي اعمل هايد للسفير دي وابتدي اجهز. اجي هنا قائمة اديت واقول له سويفت بلو بالشكل ده. عشان ابتدي اعمل التحديد بتاع العين زي ما انا شايف كده. ابتدي اقول له let's with glue وهعمل هنا بوز العين. بعد كده هاجي هنا هاجي هنا احاول
اعمل اضيق الايدجز عشان كل ما بضيق الايدج بيعمل لي زاوية حادة، يعني كل ما بقرب الايدجات من بعضها يعمل لي زاوية حادة، وكل ما ببعد الايدجات يعمل لي زاوية ناعمة. فانا همشي على الايدج واقول له هات لي ده، وابتدي امشي لي على الايدج ده قريب من ده. احاول اعمل زاوية زي ما انا شايف حادة كده، اجي هنا وامشي برضه نفس الحكاية بالشكل ده. بعد كده هاجي هنا وابتدي أعدل ده بالخلف، هعمل كمان مرة، همسك البوردة ده كمان مرة وأقوله اسكرهولي كمان مرة. هاجي هنا طبعا همسك دول اعمله كده هاتلي ده، تعالي بالشكل ده. ابتدي امسك الايدج ده كده واطلع بيه بالشكل ده كده كمان مرة. صفر القيم دي 0 بوينت عشان تبقى عند نقطة التلاحم في السيمتري. امسك ده كده وابتدي برضه هاتلي التلاتة دول عند بداية الأنف، وهاتلي التلاتة اللي بعدهم دول هنا. زي ما انا شايف كده ابتدت الانف تاخد الشكل بتاعها الطبيعي. اجيب ليفت من الفرونت وابدأ اظبط الايدج
امسك الايدج ده اجيبه كده شوية، شيفت وانزل وانزل انا ببتدي امشي على الانف، ابتدي اتابع من هنا برضو انا اخلي الزاوية بعد كده ابتدي اظبط شكل الانف. امسك اهو اطلع بيه بالشكل ده، هاجي هنا امسك دوت دول انزل بيهم بالشكل ده، شيفت دراج عشان اجي اعمل منطقة البوك. شيفت
Ctrl L Shift Drag وأعمل Update برضو. ابتدي اظبط حاجة هنا نضيف اتش نصفر القيم بتاعته عشان يبقى في المنتصف. هاجي بعد كده من الشكل دي عشان اظبط اكتر طبعا ده هيكون اظبط من الشكل من البرزبكتيف عشان اخلي الفم طريقته مظبوطة جدا في البناء. بعد كده اكمل عادي مش مشاكل، بس بظبط الاول من 3D view board الشكل بتاعي. يحني أكتر
دي تطلع بالشكل ده. طبعا في البداية بياخد معاك وقت في التظبيط عشان تبني عليه بعد كده كل شكل صح ان شاء الله. الأسود ده الشكل دوت. ان شاء الله المحاضرة اللي جاية هنبتدي نتعرف احنا عملنا التوبولوجي بتاع العين بطريقة صحيحة، والفم هنبدأ نكمله ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية مع بداية بناء بداية تفاصيل الوجه. اتمنى تطبقوا ورايا الجزئية دي ان شاء الله وتستفيدوا منها. كان معاكم محمد خالد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.